مرحبا بكم جميعا في تجارة الصحافة، ونقرأ في عناوين حلقة اليوم: عودة الحراك السياسي وأبعاد التحركات الدولية والإقليمية، الخطط الأوروبية للحد من الهجرة وتطويق ظاهرة التهريب، مساعي المجالس البلدية لحل أزمة الكهرباء في الجنوب. وللحديث عن كل هذه الموضوعات ينضم إلينا عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي. أهلا وسهلا بك سيد الجورشي. أهلا وسهلا بك وبجمهورنا العزيز. تتجه الأنظار في الآونة الأخيرة إلى التحركات الدولية والإقليمية التي عرفها المشهد السياسي، تجسدت من خلال دخول روسيا على خط الصراع السياسي، وذلك بدعمها الواضح لحفتر والاهتمام الذي أبدته الأطراف الأوروبية بالملف الليبي، وتمثل في عرض إيطاليا مساعدات إنسانية وضعها أمام اتهامات بتبني سياسة استعمارية جديدة في طرابلس وفقا لما أوردته الصحف. ذكر الصحفي فيتشينزو نيغري في مقال بالصحيفة الإيطالية لا ريبوبليكا أن حفتر رفض دعم الحكومة الإيطالية والممثلين في معدات طبية ومساعدات إنسانية إلا إذا سحبت روما سفنها الحربية وقواتها الموجودة قبالة طرابلس ومصراتة. وأفاد بأن رفض حفتر المساعدات الإيطالية جاء بعد الاتهامات التي وجهت إلى روما أخيراً بتبنيها سياسة استعمارية في طرابلس هدفها التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. وقال حفتر: نحن نرفض أي مساعدة من إيطاليا إلا إذا سحبت سفنها الحربية وقواتها الموجودة قبالة طرابلس ومصراتة. وأضاف أن وزير الخارجية الإيطالية أنجيلو ألفانو قدم هذا العرض من المساعدات الإنسانية بعد أن بدأ منذ مدة الساسة ووسائل الإعلام في برقة باتهام إيطاليا بتبني سياسة استعمارية جديدة في طرابلس هدفها التدخل في الشؤون الداخلية. وكان ألفانو قد صرح أنه لا يمكننا التذمر من اهتمام روسيا تجاه حفتر، ولكن هذا يدفعنا إلى المزيد من العمل لكي يكون لنا دور قيادي في المشهد الليبي من خلال الحوار مع الشرق، كما أكد أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين ضرورة أن يكون لحفتر دور في المؤسسات الليبية وأن بلاده كانت في طليعة الدول التي طالبت بهذا الأمر. وأفاد بأن ألفانو قد اعتبر الاهتمام الروسي تجاه حفتر قد تأكد خلال زيارة هذا الأخير إلى حاملة الطائرات الروسية قبالة برقة، وهو إشارة سياسية وعسكرية قوية من موسكو لصالح قائد عملية الكرامة. ومنذ عدة أشهر لا يخفي حفتر طموحه في السيطرة على كامل ليبيا، كما قدم ضباطه العديد من التصريحات العدائية مشيرين إلى أن قوات التابعة لحفتر على أهبة الاستعداد لغزو طرابلس للسيطرة عليها. أوردت صحيفة العرب مقالاً جاء فيه أن الملف الليبي عاد إلى دائرة الحراك السياسي والدبلوماسي الإقليمي والدولي في الوقت الذي تسارعت فيه الأحداث الميدانية على وقع تزايد حدة التوتر الاجتماعي في جنوب ليبيا وارتفاع نسبة الاحتقان الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس، التي يخشى المراقبون أن تكون محطة قادمة لمواجهات عسكرية بين الميليشيات التي تسيطر عليها والجيش والقوات التابعة لحفتر. وفي تطور سياسي لافت يأتي بعد نحو شهر من تجاهل تطورات الملف الليبي، وجه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فايز السراج لزيارة مقر الاتحاد في بروكسل لمواصلة العمل المشترك بين الجانبين. وتولي دول الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة لملف الهجرة غير الشرعية، إذ تشكل الأراضي الليبية إحدى نقاط انطلاق المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. ورأى مراقبون أن تحرك الاتحاد الأوروبي باتجاه الملف الليبي في هذا الوقت بالذات له أكثر من دلالة، خاصة وأن الدول الأوروبية تجاهلت تطور الأحداث في ليبيا التي فتحت المجال أمام تزايد الحديث حول وجود إرادة غربية وعربية لإعادة رسم الخارطة السياسية في ليبيا استعداداً للمرحلة المقبلة التي تبقي الأوضاع في ليبيا مفتوحة على كل الاحتمالات. ومع ذلك ربطت أوساط سياسية ليبية عودة الاهتمام الأوروبي بالملف الليبي بتزايد المؤشرات حول تصميم دول الجوار الليبي على انتزاع هذا الملف من الدوائر الغربية التي ساهمت في إطالة التوصل إلى حل. سيد الجورشي، بداية الصحيفة الإيطالية لا ريبوبليكا تحدثت عن رفض حفتر للدعم الطبي والإنساني من إيطاليا إلا إذا سحبت إيطاليا سفنها الحربية قبالة الساحل،
ما وراء ظهور حفتر بهذا الموقف في هذا التوقيت؟ يعني واضح الآن بأن حفتر يتحصن بالدعم الروسي الذي أبدته موسكو تجاهه، وبالتالي يحاول أن يوظف هذا الدعم لإثبات حضوره ليس فقط على المستوى داخل ليبيا، ولكن أيضا على المستوى علاقات الدولية التي يريد أن يؤسسها. وواضح أيضا بأن حفتر الآن يريد أن يلعب ورقة استثمار التاريخ الاستعماري بين إيطاليا وليبيا، وبالتالي يريد أن يلعب دور الزعيم الوطني الذي يناهض الاستعمار ويدافع عن استقلال ليبيا، ولكن في نفس الوقت دون أن ينسى بأنه هو يرتبط ويقترب أكثر فأكثر من الإطار أو الطرف الروسي. نعم، في هذا السياق لا ريبوبليكا رأت أن معسكر الشرق ووسائل الإعلام التابعة له تتهم إيطاليا بتبنيها سياسة استعمارية في طرابلس، وهو ما نفاه وزير خارجيتها. هنا كيف أثر الاهتمام الإيطالي المعلن للمجلس الرئاسي في وضع حفتر الذي تتحدث الصحافة عن تلقيه الدعم الدولي أيضا؟ يعني إيطاليا كغيرها من الدول الغربية بدأت تدرك بأن حفتر رقم صعب ولا يمكن تجاوزه، ورغم أن إيطاليا هي ضمن الاتحاد الأوروبي أقرب من حيث الموقع السياسي تجاه طرابلس والمجلس الرئاسي، لكن أصبحت تعتبر بأنه على المستوى الميدان هناك تغيرات لابد أن تأخذها بعين الاعتبار، ولهذا قررت دون أن تبتعد كثيرا عن طرابلس أن تمد يد نحو حفتر ونحو المنطقة الشرقية، لكن يبدو بأن هذا سيكون ستجد نفسها مطالبة بمزيد من التنازلات تجاه حفتر ومن معه. نعم، طيب، وزير خارجية إيطاليا أشار إلى الاهتمام الروسي بحفتر واعتبر أن ذلك دفعهم لأن يكون لهم دور قيادي في المشهد الليبي. ما المقصود هنا بالدور القيادي؟ يعني الإيطاليون يريدون من خلال العديد من الملفات، سواء الدعم الإنساني، سواء الدعم الميداني من خلال المستشفى الذي أقاموه، سواء من خلال ربط علاقات، إيطاليا تعتبر بأن ليبيا هي فضاؤها الحيوي سابقا وحاليا، وبالتالي تريد أن تتكلم باسم أوروبا وأن تدير المجال السياسي والعلاقات بين الأطراف الليبية باسم أوروبا، وبالتالي إيطاليا تريد أن تلعب دور ولا تسمح كثيرا بأن تهيمن سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا التي تسعى الآن لكي تنفرد بالملف الليبي. إذن هناك صراع أطراف دولية حول ليبيا أصبح بائنا وواضحا. نعم، أفهم من كلامك أن يعني الحديث عن منافسة بين إيطاليا وروسيا من حيث النفوذ في ليبيا بات واقعا؟ بات واقعا ومدعوما من طرف الاتحاد الأوروبي، وذلك الاتحاد الأوروبي لم ينظر بارتياح إلى مزيد من التدخل الروسي في ليبيا، وفي رأيي أنه خاصة عندما حصل التقارب بين الرئيس الأمريكي الجديد وبين بوتين وبالتالي بين روسيا، هذا أصبح يثير قلق الأوروبيين، ولذلك أصبحت المنافسة مفتوحة. نعم، طيب، ولكن صحيفة لا ريبوبليكا نوهت إلى توجه الخارجية الإيطالية بشأن أن يكون لحفتر دور في المؤسسات الليبية، وأن بلاده كانت في طليعة الدول التي طالبت بهذا الأمر. كيف تقيم موقف إيطاليا من مستقبل حفتر في المشهد الليبي؟ يعني إيطاليا كذلك مثلها مثل أطراف أوروبية كانت تتمنى بأن المجلس الرئاسي يفرض نفسه بوضوح وبالتالي تتعامل معه من أجل تقزيم دور حفتر، لكن ما يجري على الميدان هو مختلف تماما، أي أن دور طرابلس يتراجع ودور حفتر يزداد. وبما أننا نتحدث عن السياسة، السياسة تعتمد على ما هو موجود وعلى ما هو على ميزان القوى القائم، فبالتالي وجدت نفسها إيطاليا ليس من مصلحتها أن تستمر في تجاهل حفتر، ولذلك أصبحت تطالب بدور له لكن دون أن ينفرد هو بالساحة وبالدور كله. نعم، واضح. طيب، صحيفة العرب اللندنية نشرت مقالا نوه إلى دعوة موغيريني للسراج لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي، وجددت في تلك الدعوة أيضا دعمها للعملية السياسية. ما دلالات عودة الاهتمام الأوروبي من جديد؟ يعني أولا عامل أساسي وهو أنه تطور تدريجي وهادئ لروسيا
في الملف الليبي بحضور يتخذ أشكال متعددة، وهذا الدور الروسي المتعاظم لا يمكن أن ينظر إليه الاتحاد الأوروبي بنوع من التجاهل. الأمر الثاني وهو أمر اقتصادي وأمني، أي أن الأوروبيين ما زالوا يعتقدون بأن ليبيا الآن بوضعها الراهن في غياب الدولة وفي حالة الانفلات الأمني، بقيت البوابة الرئيسية للهجرة السرية التي تهدد الأمن الاستراتيجي لأوروبا. وبالتالي رأت الاتحاد الأوروبي أنها يجب أن تدعم السياسة الإيطالية وأن تتحدث هي كاتحاد لكي تعطي وزنا أكثر لهذه المفاوضات أو هذه المحادثات. نعم، طيب ما النتائج المرتقبة لتلك التحركات الأوروبية والإقليمية التي أشار إليها المقال؟ يعني في غياب الحقيقة إرادة سياسية كاملة واستعداد من طرف الدول الأوروبية لكي تنزل بثقلها في هذا الملف، ملف الليبي، وأن تحسمه بشكل واضح، في غياب هذه الإرادة السياسية ربما هذه المحاولة الأخيرة للاتحاد الأوروبي لن تكون مختلفة عن المحاولات السابقة، أي لا يراهن عليها كثيرا إلا إذا دخلت عناصر جديدة. علينا أن ننتظر شيئا من الوقت كي نعرف ما هي طبيعة هذه العناصر الجديدة ومن يقف وراءها. نعم، وسنتحدث أكثر عن الدور الأوروبي في ليبيا في المحور الثاني، ابقوا معنا جميعا. تتخذ الجهود الأوروبية حيزا هاما من المساعي الدولية لتطويق الهجرة غير النظامية، وتعمل أوروبا في الآونة الأخيرة على تفعيل الاتفاقيات التي تضمنتها عملية صوفيا، لاسيما تلك المتعلقة بوضع حد للمهربين الذين يعملون على نقل المهاجرين بهدف الكسب المادي. ذكر موقع شالونج الفرنسي الإخباري في تقرير أن رئيس الحكومة المالطية جوزيف موسكر الذي تترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي دعا إلى عدم ترك إيطاليا تتفاوض وحدها مع ليبيا لتسوية مشاكل المهاجرين. وقال موسكر في مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ: قامت الحكومة الإيطالية خلال الأيام القليلة الماضية بمبادرات تجاه الحكومة الليبية، مضيفاً: لا يجوز التخلي عن دولة عضو وتركها وحدها لتتفاوض حول اتفاق من أجل أوروبا. وتابع المسؤول المالطي: أعتقد ببساطة أنه لا يجوز أن تقع المسؤولية على عاتق إيطاليا وحدها، داعياً دول الاتحاد الأوروبي 27 إلى التضامن. وكان موسكات دعا قبل 6 أيام من أوروبا إلى التحاور مع ليبيا بشأن وضع حد للمهربين الذين يعملون على نقل المهاجرين بهدف الكسب المادي، كما دعا إلى العمل للتوصل إلى اتفاق مشابه للاتفاق الموقع مع تركيا لوضع حد للمهاجرين المتدفقين إلى إيطاليا. وبعد غرق سفن عدة ومقتل آلاف المهاجرين في البحر المتوسط، أطلق الاتحاد الأوروبي عام 2015 عملية صوفيا البحرية قصد اعتراض المهربين في المياه الدولية قبالة الشواطئ الليبية. وخلال عام 2016 سجلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 181 ألف مهاجر إلى أراضيها، فيما أحصت المفوضية العليا للاجئين مقتل أكثر من 5000 شخص خلال محاولات العبور طيلة العام الماضي. سيد الجورشي، أبدأ معك المحور الثاني. موقع شالونج الفرنسي ذكر أن رئيس الحكومة المالطية دعا إلى عدم ترك إيطاليا تتفاوض وحدها مع ليبيا لتسوية مشاكل المهاجرين. ما خلفيات ذلك الموقف المالطي؟ يعني أولاً لأنه ثبت بأن الوضع داخل ليبيا معقداً جداً، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الهياكل الموجودة حالياً داخل ليبيا ستكون قادرة على معالجة هذا الملف. الأمر الثاني أن هذه الدعوة المالطية تؤكد حرص على أن تكون أوروبا بكامل ثقلها من خلال الاتحاد الأوروبي هي التي تنزل إلى حلبة المفاوضات لكي تضع رؤية جديدة، لأن الوسائل القديمة التي استعملت إلى حد الآن لم تحل مشكلة الهجرة السرية ولم تضع لها حد ولم تخفف حتى من وتيرتها. وبالتالي فإن الأمر يتطلب صيغة شبيهة بالصيغة التي وقعت بين الاتحاد الأوروبي كاتحاد وبين تركيا، أي لابد أن تنزل أوروبا بكامل ثقلها. طيب، سنأتي لهذه النقطة، ولكن في الواقع ما أبعاد التصريحات التي خلص إليها الرئيس المالطي الرافض لما سماه التخلي عن دولة عضو وتركها وحدها تتفاوض حول اتفاق من أجل أوروبا؟
يعني اولا يعني يريد ان يدفع الاوروبيين بان لا يتركوا ايطاليا تنفرد وحدها بهذا الملف، ولذلك لابد ان يقع دعمها ماديا واستراتيجيا، وثانيا حتى يتقاسم الاوروبيون التكاليف التي ستترتب عن هذا الموقف المشترك. ثم ايضا في اشاره الى روسيا بان روسيا في هذا السياق يجب ان تفكر بانها لا تتعامل فقط مع ايطاليا، وانما ستتعامل مع الاتحاد الاوروبي بكل مقوماته، اذ لا ننسى ان الاوروبيين بعد التحول الحاصل في السياسه الامريكيه تجاه موسكو يشعر الاوروبيون ان عليهم ان لا يفقدوا حتى الاطار الحيوي بالنسبه اليهم، لان جنوب المتوسط بالنسبه لهم هو الفضاء الحيوي الاوروبي بدرجه اساسيه. فاذا تراجع الدور الامريكي لصالح روسيا فان ذلك سيعني ان الاوروبيين سيخسرون كثيرا وسيجدون انفسهم تحت الحصار. نعم. طيب سيد الجورشي، بالعوده للحديث عن اتفاق تركيا، الرئيس المالطي دعا أوروبا هنا لوضع اتفاق مشابه للاتفاق الموقع مع تركيا لوضع حد للمهاجرين المتدفقين إلى إيطاليا، كيف سينعكس ذلك على ليبيا؟ يعني الحقيقة هو اقتراح هام ويمكن أن يكون له بعض التأثير، لكن لا يمكن أن نقارن تركيا بليبيا. في تركيا هناك دولة، هناك أجهزة، هناك وضع اقتصادي وأمني متماسك، بينما في ليبيا لا توجد الدولة ولا يوجد جهات مركزية ممكن التعامل معها، ولا يوجد وضع اقتصادي مريح، وتوجد تفتت في مستوى الخارطة الأمنية. وبالتالي فإن الأوروبيين يجب أن يشتركوا مع بعضهم في حوار عميق مع الليبيين من أجل أولا دفع في اتجاه تصحيح الوضع داخل ليبيا، وثانيا وضع استراتيجية أمنية متكاملة، ولكن أيضا لا تكون أمنية فقط، لابد أن تكون أيضا اقتصادية ومالية. نعم، وبهذا ننتقل إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا جميعا. في محاولة لإيجاد حل لأزمة الكهرباء، أعلنت المجالس البلدية في المنطقة الجنوبية منطقة فزان منكوبة، وطالبت ممثلي المنطقة بالجهات الرسمية في الدولة بالانسحاب والعودة إلى مناطقهم في الجنوب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن معاناة أهالي وسكان الجنوب جراء تردي الأوضاع المعيشية، وهي مساع تتنزل في إطار جهود محلية ودولية لحل الأزمة. ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا أن المجالس البلدية في المنطقة الجنوبية أعلنت منطقة فزان منكوبة، وطالبت ممثلي المنطقة بالجهات الرسمية في الدولة بالانسحاب والعودة إلى مناطقهم في الجنوب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن معاناة أهالي الجنوب وسكانه جراء تردي الأوضاع المعيشية التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة. وأكد البيان الصادر عن المجالس البلدية أنه في حال عدم استجابتهم نحملهم المسؤولية الكاملة عن معاناة أبناء الجنوب وأهله ما لم يتم وضع حلول سريعة وجذرية للمنطقة الجنوبية. وأفادت وكالة الأنباء بأن الأعضاء المنتخبين في المنطقة الجنوبية من البلاد فزان لم يشاركوا في مداولات مجلس النواب في طبرق المعترف به من قبل المجتمع الدولي. ولفتت وكالة الأنباء إلى أن جزءاً كبيراً من سكان ليبيا يعيشون منذ السبت الماضي في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وقبل أيام حذرت شركة الكهرباء الوطنية من أن هذا يمكن أن يحدث بسبب انقطاع تدفق الغاز من خط الأنابيب الذي يمد محطة الكهرباء في الزاوية، وذكرت أن إغلاق خط الأنابيب كان بسبب احتجاجات نظمت من قبل أقارب بعض الأشخاص الذين اختطفوا ونقلوا إلى ورشة فانا. إضافة إلى ذلك هناك مشكلة أخرى تتعلق بغياب التوصيلات الكهربائية مع مصر وتونس التي توقفت بسبب عدم دفع الديون الليبية، ومع ذلك بدأت إمدادات الكهرباء بالعودة تدريجياً إلى بعض أجزاء ليبيا. وأفادت بأن فريقاً من المهندسين وصل في الأيام الأخيرة إلى طرابلس لمساعدة السلطات الليبية لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة في معظم أنحاء البلاد على خلفية طلب من الشركة الوطنية للكهرباء، وفي انتظار وصول محطة توليد الطاقة الكهربائية متنقلة في الأيام القادمة على متن سفينة إيطالية، وصل الفريق الإيطالي من أجل التنسيق مع الشركة الوطنية للكهرباء، ويذكر أن هذه المحطة تنتج 300 ميجاوات يومياً. سيد الجورشي، أبدأ معك المحور الأخير. وكالة الأنباء الإيطالية نوفا سلطت الضوء على مطالبة بلديات الجنوب التي أعلنت منطقة منكوبة لممثليهم
بالجهات الرسمية بالانسحاب والعودة لمناطقهم. كيف تقيم الوضع الذي آل إليه الجنوب الليبي من عزلة؟ الحقيقة هذا وضع خطير، وللأسف لا يوجد الوعي الكافي لدى المسؤولين في ليبيا بأن جرح الجنوب يمكن أن يتحول في لحظة من اللحظات إلى بركان، لأن الجنوب جزء من المجتمع الليبي، جزء من الدولة الليبية، ولأن الجنوب مستهدف من قبل الجماعات المتطرفة والمسلحة والتي بدأت تستعد لكي تمركز قواتها هناك في الجنوب. ثم في الجنوب هناك حدود مفتوحة على المنطقة جنوب الصحراء، وبالتالي الوضع في الجنوب مهم. وأنا في رأيي معناها عندما تتحرك البلديات فهذا يدل على أن ما زال هناك نبض داخل المجتمع الليبي حي، لأن البلديات مهمة جدا وهي الأقرب إلى المواطنين، وبالتالي جرب الليبيون أن يمارسوا السلطة من فوق عن طريق حكومة مركزية وفشلوا إلى حد الآن، فلماذا لا يفكروا في تحويل المعادلة وأن يؤسسوا سلطة قوية انطلاقا من القاعدة وتتجه نحو الفوق، أي نحو الضغط على المؤسسات السياسية القائمة وكذلك حتى على الميليشيات المسلحة؟ نعم، طيب، ولكن لماذا ظل الجنوب الليبي في تقديرك غائب عن اهتمام الحكومات السابقة والأطراف السياسية الحالية؟ يبدو هذه مسألة تاريخية، يعني دائما يقع الحديث، عندما يقع الحديث عن ليبيا يقع اختزال الحديث عن طرابلس وعن بنغازي وبالتالي عن منطقة الشرق ومنطقة الغرب، ولكن الجنوب لاعتبارات ربما جغرافية، ربما لاعتبارات يعني تاريخية، بقي مهملا ولم يقع أخذه بعين الاعتبار في المعادلات السياسية. والدليل على ذلك أن عندما تتحدث المجالس البلدية عن ممثلين للجنوب أصبحوا بعدما تم انتخابهم وتعيينهم انقطعت صلتهم بأصولهم وبمنطقتهم، هذا يدل عن ماذا؟ يدل على أن هناك أزمة وعي لابد من إعادة تصحيحها حتى يقع توحيد الجغرافيا الليبية. نعم. ولكن أيضا حتى يقع توحيد مكونات الشعب الليبي. واضح. في نهاية الحلقة أشكرك ضيفنا، كنت معنا عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. كما ننوه مشاهدينا إلى أن ننتج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.